بس كويس تمام. الو سامعني يا عمر؟ انت عارف انا لانه الحته اللي فيها الكتابه دي ما ظاهره، ما بقدر اكتب برضه، ما عارف المشكله شنو. لا انا بخش لكن بس يكونوا عارفين انه ما بقدر اكتب، يعني ما الحته اللي بكتب فيها دي ما ظاهره زي المره اللي فاتت لما اشتغلت مع الناس. يا اخي ما في زمن. خلاص خير تمام. الو السلام عليكم، سامعين يا شباب ولا ما سامعين؟ طيب الحمد لله. طيب انا الحته اللي فيها الكتابه دي في حاجات كتيره كده في السطح ما ظاهره لي، ما عارف المشكله شنو، فما حقدر اكتب يعني، عشان كده اكتب لي عشان اقدر اتعامل معاكم يعني. طيب المحاضره ان شاء الله هتكون عن السامبل مانجمنت او السامبل انفورميشن او المانجمنت اوف انفورميشن ريليتد تو السامبل مانجمنت. طيب السامبل مانجمنت هي عموما جزء من البروسيس مانجمنت اللي هو essential elements of الكواليتي مانجمنت سيستم. يعني لو تتذكروا الكواليتي مانجمنت سيستم كان فيه حاجه اسمها البروسيس مانجمنت، فالسامبل مانجمنت هو جزء من البروسيس مانجمنت، عشان كده هي عندها very important role في الكواليتي مانجمنت سيستم في الميديكال لابوراتوري يعني. طيب لما نتكلم عن السامبل المانجمنت as all of you know اللي هو result of any laboratory examination is only as good as the sample received in the laboratory. ومن هنا تجي ال importance of sample management. يعني ال sample management واحدة من ال most important issue، لأنه كل الحاجات الثانية يعني بيعتمد على ال sample management اللي هو ال sample received. لو كان with a good quality بعدك الحاجات الثانية ممكن تكون with good quality، لكن نحن لو ما قادرين نعمل مانجين، لو ما قادرين نعمل مانجين للسامبل، بالتالي اي شيء بيتبني عليه برضه بيكون، عشان كده واحده من الموست امبورتنت يعني. طيب الامبورتنس اوف جود سامبل مانجمنت، اول حاجه بيعتمد عليه الاكيوريسي اند ريلابيليتي اوف تيستينج بروسيس، والجود سامبل مانجمنت سيستم دايما بيدي كونفيدنس في اللابوراتوري دياجنوز للناس للكلاينتس والناس التكنولوجيست ذاته. يعني كل ما يحسوا انه والله يا اخي السامبل مانجمنت عندهم جود سيستم فور سامبل المانجمنت and they able to manage their samples they'll more confidence يعني. غير كده اللي هو influence therapeutic decisions. انا اتخلي الصوت منكم انتوا، انا يعني جربتها مع محتز سامعني كويس جدا، فغالبا الصوت يعني يكون مشكله في الكمبيوتر عندكم او حاجه بالشكل ده يعني. والله ده إلا يكون يعني متعلق شيء بالنت، لكن يعني هي دي ما يعني ما المشكلة دلوقتي ما مني يعني، أنا في الكمبيوتر ما عندي مشكلة،
ومهتز بيقول انه سامعني كويس يعني، ما عارف انا المشكلة شنو. هاي عموما انا يعني الكمبيوتر يا هو نفس الكمبيوتر اللي بيشتغل بيه كل مرة، وكل الصوت والحاجات دي عامل لها ادجستمنت كويس يعني. يا نت يا الكمبيوترات عندكم يعني. دكتور معتز انت سامعني كويس؟ معتز؟ طيب ما ده الصادق حس يقول عنده واضح يعني، فيا ريت تراجعوا الكمبيوتر او الحاجات اللي انتم بتستخدموها يعني. طيب الأسهم والمانجمنت الامبورتنت انه significantly impact on patient care and outcomes and ensure a good treatments يعني. والله يا اخي ما اعرف اقول لكم شنو والله يا شباب. طيب الكومبوننتس اوف سامبل مانجمنت يا دكتور معتز انت سامعني كويس؟ معتز؟ معتز؟ طيب يا عمدة شيء ما برضه واضح عنده العظيم. انا شفت موقف المكيف، موقف المراوح، موقف شفت قاعد لي في كتمة بس عشان انتوا تسمعوا كويس. طيب نواصل، حاولوا اعالجوا المشكلة يعني. طيب اللي هو الكومبوننت اوف سامبل مانجمنت. طيب السامبل مانجمنت عندها ميني كومبوننت، وفي البداية each component لازم يكون عندها written policy، وأن البوليسي دي أهم حاجة، إنه يعني لازم تكونوا يعني فاهمين المفهوم بتاعت البوليسي. يعني each component of this sample management system should have a written policy. For sample management must be established and are reflected in laboratory handbook. واللابراتوري هاند بوك كمان شوية أنا هتكلم عنه يعني. طيب المين كومبوننت ذات شود بي ادريسد هي مثلا نمبر 1 اللي هو الانفورميشن نيدد اون ريكويزيشن او الريكوست فور اللابراتوري هاند بوك تو هاندل ايرجنت ريكوست كولكشن الليبلينج البريزرفيشن اند ترانسبورتيشن سيستم بالنسبه لي السامبل، السيفتي براكتس بالنسبه لي السامبلز، الايفالويتنج البروسيسنج اند تراكنج سامبلز، والاستورج والريتنشن والديسبوزال اوف سامبلز. طيب نيجي نتكلم عن اللابراتوري هاند بوك. اللابراتوري هاند بوك دي واحدة من الـ most important component of sample management system في الـ medical laboratories هي اللابراتوري هاند بوك. طيب اللابراتوري هاند بوك هو شنو؟ اللابراتوري هاند بوك هو شنو يعني؟ To ensure that all samples are managed properly and that person collecting samples have the needed information, the laboratory should develop a laboratory handbook. Well, laboratory handbook هو handbook that contains all information needed by those who collect samples. اللي هي اللابراتوري هاند بوك اللي هو زي ما قلنا contains بيحتوي على all information needed by those who collect samples. كل المعلومات اللي بيحتاج ليها الزول اللي بيجمع العينات، لو كان في الكولكشن اريا ولا لو كان في
في العنابر ولا كان في النيرسينج اي حته، لو او لو المعمل لو كان عندها اوتريتش تجيها سامبل من حتات تانية او من لاب تاني، اي واحد بيجمع العينات للمعمل المعين كل المعلومات الريكويرمنت المفروض يلقاها في this laboratory hand book. عشان كده should be available to all sample collection area. يعني لو في ال collection area لازم يكون في laboratory hand book. العنابر لو بيتم فوق وتجمع العينات برضو لازم يكون فوق ال laboratory hand book. لو كنت بتعامل lab to lab في lab تاني بيجمع لي العينات، ال other lab اللي هو بيجمع لي العينات وبرسلي لازم يكون عندهم اللابراتوري هاند بوك بتاعت اللاب حقي. وعشان كده must be understood by all laboratory staff، تكون مكتوبة بلغة تكون يعني مفهومة لكل الناس و referenced in الكواليتي مانيوال زي ما قلت لك لأنها policy. والكواليتي مانيوال زي ما قلنا قبل كده هي ال الدوكمنتس اللي هو اللي describes policies of the lab بالنسبة لي الكواليتي مانجمنت سيستم. يعني طيب الكونتنتس المحتويات بتاعت اللابراتوري هاند بوك هي شنو؟ يعني أول حاجة name and addresses and address of the laboratory وبالإضافة للوجو بتاعت اللاب اللي هو name واللوجو والادرس بتاعت اللابراتوري. بعدك الكونتاكتس نيم اند تليفون نمبرز، المين كونتاكتس الكي بيرسون الكونتاكت نمبر بتاعت الكي بيرسونز والتليفون نمبر حقهم. بعدك الموست امبورتنت الاورز اوف اوبريشن اللي هو ساعات العمل، مثلا المعمل ده بيشتغل 24 ساعة بيشتغل من 8 ل 10. وبعدك بالتواصيل، يعني مثلا حتى اللاب لو مثلا كان شغال من 8 ل 10 هل في زمن محدد للريسيفينج سامبلز ولا في زمن محدد ما بيتم فوقه استلام العينات؟ يعني مثلا فور اكزامبل بالنسبه لعينات الهيستو في بعض المعامل بيقول لك يا والله احنا مثلا بعد الساعه 10 ما بنستلم عينه هيستو، او زي ما بيحصل في الصم هوسبيتال اللاب ممكن يكون شغال 24 ساعة لكن مثلا في زمن محدد مثلا بالليل مثلا ما بيستلموا إلا مثلا الاير جمت سامبلز. في فحوصات في بعض الانفستيجيشن ريسيفت وفي بعض الانفستيجيشن ما ريسيفت. فall this information about hours of operation اللي هو should be contained في ال laboratory hand book. انتوا سامعين ولا سامعين يا شباب ولا لسه عندكم مشاكل؟ مقدار صحة كويس تمام كويس تمام الحمد لله. طيب برضو واحدة من المين كونتنت بتاعت ال laboratory hand book هي a list of tests و investigations that could be ordered. بيحتوي على كل ال list أو كل ال investigation that could be ordered. يعني أنا من ال laboratory handbook، يعني أي physician لما يقرأ ال laboratory handbook بيقدر يعرف إنه والله المعمل ده ممكن يرسل له شنو وممكن ما يرسل له شنو، يعني ما بيحتاج يسأل يعني. طيب برضو السامبل كولكشن بروسيدير دي واحدة من الموست امبورتنت. يعني فور اكزامبل في الليست اوف تيستز انا عندي 100 تيست، او في اللاب ده انا ممكن اشتغل 100 تيست. ال 100 تيست ديل ايتش تيست مفروض الكولكشن بروسيدير أو الانفورميشن فور أو الانفورميشن نيدد فور كولكشن بروسيديا كلها مفروض تكون مكتوبة بال الديتيلز من ناحية بيشن بريبريشن
الـ sample requirements، الـ anticoag length، الـ transportation، دي كلها المفروض تكون مكتوبة في الـ laboratory hand book. بعدك برضو الـ sample transport procedure، العنادي لو كان هيترسل في حتة أو هيترسله، المفروض الـ transportation information برضو المفروض تكون مكتوبة. الـ expected turnaround time، يعني اي investigations مفروض ال turn around time، هو الزمن اللي بياخده من ال receiving sample لغايه ما ال reporting of the results. يعني مثلا random تطلع في نص ساعه، سي بي سي مثلا ساعه ونص، 24 ساعه، يعني اي عينه الزمن اللي بتاخده المفروض تكون مسجل، المفروض تكون واضحه. يعني بالإضافة لـ الـ most importance اللي هو الـ how urgent requests are handled. لو جاتني عينة urgent أو عينة مستعجلة، أنا بتعامل معها كيف برضو المفروض تكون مسجلة في الـ laboratory hand book. يعني أنا ما أعرف هل عندكم laboratory hand book؟ يقول هذا واحدة من الحاجات اللي بتميز اللابس، إن عندها هامبوك أور نوت. يعني للأسف هنا في السودان معظم المعامل ما عندها لابراتوري هاند بوك، لكن مثلا يعني مثلا هنا في معمل فضيل، معمل فضيل بيتعاملوا مع لاب ألماني، يعني الـ Advanced Investigations، يعني بيشيلوا سامبلز وبيرسلوها ألمانيا. فالـ Laboratory Handbook بتاعت المعمل الألماني قاعد عندهم كل الـ Information اللي أنا قلت عليكم دي بالديتيلز مكتوبة. يعني أي زول داير يرسل عينه للمعمل الألماني ده اصلا ما بيحتاج انه يضرب له تليفون ولا يسال له زول ولا ناي كده. كل المعلومات الريكوير سامبل يشال كيف، البيشن يعملوا بريبريشن كيف، يرسلوا كيف، يصل كيف، النتيجه هتطلع في كم، الانفستيجيشن بيشتغلوا ولا ما بيشتغلوا، كل الانفورميشن دي مكتوبه في اللابراتوري هاند بوك. يعني ودي واحده من الحاجات الفيري فيري اسينشال، هو كل اللابس المفروض تكون عندها، لكن للأسف خلاص سارة تتبنى الفكرة. أول حاجة كأسايمنت حتى حابب منك تعمل لي حاجة صغيرة وتكبريها واعملها للاب حقك، يعني نديك درجاتك والريالات من الشيلين من المعمل. طيب نجي ل الريكوست التست ريكوزيشن. التست ريكوزيشن، التست ريكوزيشن او التست او الريكوست فورم، تاخر لك تمسك الريالات يا من مرداد. طيب التست ريكوزيشن اللي هو the first step in a process of obtaining the sample، زي ما كلكم عارفين ال first step في ال test requisition هو ال request form. عشان كده يعني من الحاجات ال very essential اللي هو how to design a request form. ال request form لأنها ال first step في ال process of obtaining of the samples، ومن هنا بتجي أهميتها. يعني عشان كده التست ريكوست دايما يعني من المفترض يكون well designed، بحيث انها تحتوي على كل ال required information، اللي هو request form that specify all the information that will be needed for proper handling and reporting must be available by the lab. يعني الريكوست فورم انا شرحه هسه بيكون سهل، لانه في اللابراتوري انفورميشن سيستم غطينا جزء منه. عموما في الريكوست فورم زي ما قلت لكم لازم يكون في يعني
ديزاينت بطريقه انها تديني كل الريكويرد انفورميشنز. عموما في الريكوست فورم يعني المفروض تكون في مثلا 3 اور 4 تايب اوف انفورميشن بس بتستخدمها. يعني في بعض الانفورميشنز اللي هو concerning the patient اللي هو identification. طبعا زي ما قلت لكم ال patient mis identification واحدة من ال most serious lab errors هي ال patient mis identification. عشان كده ال laboratory ال request form المفروض يكون designed well أو يحتوي كل الـ important information لأساس إنه ما يحصل patient misidentification اللي هي المعلومات اللي بيكون required عشان تساعد في patient identification. هي طبعاً الـ patient name والـ patient name يا يكون رباعي. طبعاً في بعض أو زي ما في كل معظم البلدان العربية لازم يكون الحمد لله لازم يكون مثلا رباعي. لكن طبعا في بعض الدول العربية ومعظم الدول العالمية بيكون الفيرست نيم والفاميلي نيم. بعدك المفروض يكون في البيشنت اي دي البيشنت اي دي والهوسبيتال اي دي. وطبعا في ناس بيربطوها بان الناشونال اي دي نمبر الرقم الوطني بتاعت البيشن يعني. بعدك برضو البيرس ديت البيرس ديت طبعا دي واحدة من الحاجات الفيري امبورتنت لانه الاسم الرباعي مثلا في انا عطست بس يا عبير طيب هل هو في ال 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 البيرس ديت البيرس ديت طبعا في ناس بيكتبوا الاج لكن مثلا في دولة السودان في دولة السودان مثلا لو في معاكم شوايقة يعني مثلا ممكن تلقوا محمد صالح ابراهيم محمد دي اربع اشخاص ممكن يكون عندهم نفس الاسم ده. ولو كانوا بنات كل البنات بيكتبوا نفس العمر كل البنات بيكتبوا عمر 25 و ده لو ما كتبوا 18 يعني. عشان كده دائما الكتابة بتاعت البيرس دي هي فيري important مرات ممكن يكون اهم من انه الشخص just يكتب الـ age يعني بس date يعني. طيب زي ما قلت لكم في بعض الـ informations هو بيساعد في الـ patient identification وفي بعض الـ information اللي هو الـ بيساعد في الـ interpretation of the results وممكن يستخدموها في هذا quality control. يعني مثلا زي ال information بتاعت ال clinical remark بتاعت ال patient ال demographic حقه ال birth weight ال الطول حقه والوزن حقه والحاجات زي دي. طبعا ال hospital وال address برضه بتساعد ال patient identification يعني. طيب في يعني مثلا في طبعا جزء كبير من المعلومات دي احنا كنا يعني ذكرناها في اللابوراتوري انفورميشن سيستم لما كنا في تكلمنا عن الاوردرنج تكلمنا في الاوردرنج يعني. طيب في زي ما قلت لكم في بعض الانفورميشن فيري امبورتنت ليه؟ لانه ممكن يساعدوها از كواليتي كنترول وفي الانتربريتيشن اوف ذا ريزلتس يعني اللي هو الكلينيكال ريمارك بتاعت البيشن هو اخد شنو الدايت اللي اخده شنو
اللايف ستايل حقه هو شنو، ولو كانت فيميل الجاينيكولوجيكال ستيتس حقها شنو، لو كان بياخد ميديكيشن ما بياخد ميديكيشن، بياخد أعشاب ولا ما بياخد أعشاب، دي كلها يعني. طيب بالإضافة لأنه في بعض الانفورميشن ريليتد لذا سامبل ذاته، يعني الريكويرد سامبل هو شنو، الريكويرد انفستيجيشن هو شنو، الفريكوينسي اوف هل يطلب مرة واحدة ولا مرتين، هل محتاجة سبيسيفيك patient preparation، العينة ذات تكون هل يكون من اليورين، يكون من البلازما، يكون الحاجات الزيت يعني. عموما قدامكم example للريكوست فورم، زي ما قلت لكم هي واحدة من الموست امبورتنت ايشو في السامبل مانجمنت، لانها هي المفروض تصمم على اساس انها تحتوي لي كل الريكويرد انفورميشن. عشان كده السامبل الريكويست فورم لو ما كان ديزايند ويل، لو ما احتوت على كل الريكويرد انفورميشنز، بعدك بتكون في سم بروبلمز اللي هو ممكن ينتج البيشنت مس ايدنتيفيكيشنز، ما بيقدر يستخدم في الكواليتي كنترول، هو اكزامبلز يعني. طيب الخطوة اللي بعديها اللي هو الـ sample collection requirements، and I think all of you are familiar with this، مثلا الـ patient preparation، الـ patient identification، الـ type of sample required، الـ type of container needed، الـ labeling، دي جاينها الـ most important، الـ sample لو كانت عندها special handling system or not، بالإضافة لـ safety precautions. طبعاً الليبلينج هي واحدة من الـ most importance، طبعاً ممكن يكون مانيوال وممكن يكون ليبل، لكن في الحالتين الحاجات المفروض تكون ليبل هي السيم يعني مثلاً ممكن يكون بالكمبيوتر سيستم بي زي ما انتو عارفين، أو ممكن يكون مانيوال يعني. عموما ايا كان طبعا المفروض يكون في الكونتينر ذاته، ما يكون في الكاب، والليبل المفروض يحتوي على البيشن نيم، البيشن يونيك اي دي نمبر، التست اوردر ات ليست الانيشيالز، ذاك التايم اند ديت اوف كولكشن يعني الزمن الجمع فوق السامبلز، بالاضافه ل الكوليكتر انيشيالز. الكوليكتر انيشيالز هي من الحاجات الفيري امبورتنت، لانها بيساعد في السامبل تراكينج يعني. الناس اللي بيكونوا قاعدين في الكوليكشن اصلا بيكون معروفين بس الانيشيال حقها بالاسم بالحرف بتعرف يعني. طبعا الاوت كمز اوف امبروبر كوليكشن اي ثينك معروفه لكم كلكم، ممكن تدي لي delays في reporting test results، ممكن تدي لي unnecessary redraw أو retests، و decrease customer satisfactions، لأنه واحدة من زي ما قلت لكم في واحدة من المحاضرات ال quality of the lab أصلا بيحددوا ال customer، وال customer ال first impression حقه دائما بياخده من ال collection area أو من الحتة بتاعت ال collection يعني. عشان كده الكولكشن لو ما كان روبا ده ممكن يؤدي ل decrease customer satisfaction، ممكن يؤدي ل increase cost، incorrect diagnosis or treatments، ممكن يؤدي ل injury، و sometimes حتى ممكن تؤدي ل death يعني. طيب بالنسبة لل sample processing، دي واحدة من الحاجات ال most important يعني. هو سامبل بروسيسنج يعني احنا قاصدين به هو اللول افتر كولكشنز وقبل الاكزامينشن، اللي هو البري اكزامينشن ستيبس افتر ذا سامبل كولكشن يعني. طيب جنرالي سبيكينج يعني اي سامبل قبل ما نعمل له انفستيجيشن المفروض نعمل
verification، يعني تأكد من ال goodness of the sample، هل ال sample is good quality or not يعني. ف generally من الحاجات المفروض نعمل لها check أو verification before examination، هل ال sample properly labeled or not، هل ال volume كان adequate أو ال quantity حقتها كان adequate، ال condition حقها ذاتها يعني لو كان هل التمبرتشر حقها فيها بروبلم، هل كان فيها ليكيج، هل في يعني اللي هو ديفرنت كونديشنز، فيها هيموليسيس ما فيها هيموليسيس، فيها لايبيميا ما فيها لايبيميا. بالاضافه لانه لازم نتاكد منه الكومبليت ريكوست فورم، دي واحده من الحاجات الامبورتنت، انه الريكوست فورم يكون كومبليت بيحتوي على كل الريكوير انفورميشنز اللي قلناها في السلايدز فاتت. يعني الخطوة اللي بعدها after verifications طوال المفروض اللي هو record sample information into register أو log book أي lab. يعني حتى لما نكون عندهم laboratory information system دائما يستحسن أن يكون عندهم اللي هو log book يعني. وأي sample كجزء من sample management مفروض يكون عندهم sample rejection criteria، يعني أي لاب مفروض يكون عاملين criteria for rejection of the sample، we have to sample من عملها exception accepted we have to sample مفروض نعملها rejection، عشان كده enforce low sample management system. طيب هذا اجناك تاني يا عبيل. طيب زي ما قلت لكم الريجكشن اوف سامبلز، هو the laboratory should establish a rejection criteria and follow them closely. يعني واحدة من most important انه اي lab اي medical lab they should have a rejection criteria, a sample rejection criteria، يعني يا تسامبل المفروض ما يستلموه هو رجعوه يعني. و المانجمنت ناحية بتاعت مانجمنت، المانجمنت should regularly review the number rejected sample and reasons for rejections. دي واحدة من الحاجات الموست امبورتنت، يعني اي rejected sample should be registered from time to time، مثلا monthly مفروض كجزء من المانجمنت يتم ريفيوين للسامبل ريجكشن، يعني يشوفوا النمبر اوف سامبل ريجكتد و الريزون فور ريجكشن كان شنو يعني. دي بيستخدموها في ليه؟ لانه دي دائما بيجي بيستخدموها في المانجمنت يعني. طبعا زي ما اقول لكم عارفين من ناحية بتاعت التوتال كواليتي مانجمنت اللي اخذتوها، يعني اي ديسيشن مفروض يكون داتا بيست، اي ديسيشن مفروض ياخده في اللاب مفروض يكون داتا بيست يعني. فور اكزامبل يعني مثلا الاول سامبل ريسيفت في اللاب مثلا في الشهر ده مثلا كان 1000، في الألف ده في الشهر ده الريجكتد سامبلز مثلا كان 100، دي معناه 10% of the sample received at this lab are rejected. ده رقم كبير، لازم يعمل لها الروت اناليسيس ويشوف المشكلة شنو يعني. من المية ديل في الروت اناليسيس مثلا لقوا انه 90 سامبل كان ريجكتد لانها هيمولايزد، معناه 90% rejected sample due to hemolysis. طوال الناس تشوف ليه الهيموليسيس بتحصل بيه الصورة الكبيرة دي، هل الناس اللي في الكولكشن they are not well trained، هل في مشكلة في الكونتينرز، هل الناس بيفرقوا الناس دي بسرعة،
المهم في النهاية المانجر ممكن يتخذ decision إنه مثلاً all individuals at the collection area مثلاً should be trained أو retrained يعني according to مثلاً الهيموليس اللي بيحصل بنسبة عالية يعني. طيب عموماً هي هنا some example لي sample rejection criteria. يعني for example اللاب المفروض يكون عندها some rules مثلا اي كل السامبل كل unlabeled sample should be rejected. اي عينه جات ما labeled دي المفروض يرجعوها. البروكن او leaking tube container جات وكان فيها leakage. ال insufficient patient information, the request form can complete, the information about the patient incomplete, في الحالة the sample should be rejected. A sample label and patient name on the test request form do not match. The request form جاء sample. راجحت الليبولين لقيت انه ما ماتشين لطوال المفروض sample rejected يعني. Sample كانت hemolyzed. طبعا في يعني ما كل الانفستيجيشن او ما كل التست يعني بيتاثر بالهيمولوجي يعني. لكن الريكوست لو كان من النوع من الانفستيجيشنز اللي بيتاثر بالهيمولوجي this sample should be rejected. Non fasting sample for this that require fasting زول طالب له فاستنج ليبيد بروفايل او فاستنج بلود شوجر لكن البيشن ما اكتشفت انه ما كان فاستنج should be rejected. Sample collected in a room tube أو container دي معروفة. And then sterile container يعني زور جاب لك عينة في non sterile container وكان مطلوب مثلا for example لي الكالشر. An inadequate volume for quantity of preservative. السامبل ذات الكوانتيتي حقته بسيط أو البروبورشن ما بين السامبل والبريزيرفاتيف كانت wrong. An insufficient quantity for the test request. Sample جات بسيطة جدا should be rejected. And prolonged transport time or poor handling during transportation برضو ممكن تكون من ال rejection criteria. طيب عموما أي lab مفروض يكون عندهم ال rejection criteria دي يعني. طيب طبعاً الأكشن for rejected samples طبعاً بال steps المفروض يتبع اللي هو inform authorized person, request another samples, record rejected samples زي ما قلنا. طيب ال extraordinary circumstances may require testing suboptimal samples. دي المقصود بها شنو؟ Sometimes according to our how according to the lab rejection criteria sample should be rejected. لكن for some extraordinary لكن في بعض الحالات sample رغم انها يعني بتطبق فوق rejection criteria لكن due to some reason we accept it. نحاول نشتغلها رغم البروبلم اللي فيه يعني. في اكزامبل لها شنو سعر رقم بال سعر رقم بيودرك يا الاكسترا يعني ده اكزامبل لها شنو في زول ممكن يديني اكزامبل للنقطة الاخيرة اللي ذكرتها دي يعني مثلا فور اكزامبل يعني مثلا فور اكزامبل physician الهيموليسيس سامبل يعني في بعض الحالات لكن مثلا هكذا نشوف الصادق حيقول شنو شوف كلام الصادق وشيماء رد
طبعا الليبيميك سامبل يعني نفس السامبل في نفس الزمن لو رجعتيه يعني برضه حيكون لايبيميك، يعني الا تقولي مثلا داير فاستنج عشان تكون لايبيميك، لكن اللايبيميك سامبل انت لو رجعتيه في نفس اللحظه يعني برضه حيكون لايبيميك يعني. ف نقول لكم اكزامبلين، مثلا طفل كان ريكوستد فور سي اس اف، والسي اس اف دي جابوها بسيطه جدا جدا. It's very difficult to ask again انه يا اخي العينه دي بسيطه احنا ما حنقدر نشتغلها، الشافع ده مش يجيب له سي اس اف تاني. It's very difficult. زول يحاول يعالجها، يعمل دايلوشن للسامبل صناعي كده يرجعها، يعني ما يرجعها لانه it's very difficult مثلا to collect another sample of CSF يعني. او for example جاء فيزيشن شايل له سامبل قال له والله يا اخي العين دي من patient في كوما، حياك الله يشتغل لي مثلا فاستين وستاندم بلوتش لكوز ويوريا وكرياتينين بصورة عادلة. طبعا هنا فيه ريجكشن كرياتيريا لأنه البيشن ما أول حاجة ما في ريكوست فور، ما في انفورميشن للبيشنز، السامبل ما بيكون ليبل، يعني كل الحاجات دي ريجكشن كرياتيريا. لكن هنا في الحالة دي زول لو عمل فوق ريجكشن وقاعد يناقش الدكتور لا ما في ريكوست فورم ولا ما في كده، وما بيكون في مصلحة البيشن يعني. فهنا زول يتجاوز عن الريكوست فورم والحاجات دي ويشتغلها، وبعد ذاك الجدال دي مثلا ممكن تكون مؤجل فيه لزمن تاني يعني. دي some examples example لبعض الحاجات اللي انا بقولها يعني. الأسام ريجستر أو اللوك ريجستر بتكونوا متعودين عليها لما كنتوا لما كنتوا قاعدين في السودان، وحتى الناس اللي بيكون عندهم لابوراتوري انفورميشن سيستم ريكومندد إنه يكون عندهم ال زي الدفتر الشين ده. لا ما أني إميرجنسي، ما في بعض الإميرجنسي بتجيب الكوريكت اصلا كجزء من السامبل مانجمنت سيستم لازم تكون موضح هاو تو ديل ويز ايمرجنت سامبلز. لكن انا بتكلم عن ايمرجنت سامبل ساكت، الدكتور جابه في يده، الدكتور جابه في يده بس ما جاب ريكوست فورم ولا حتى وراكم اسم البيشن ولا حاجات زي دي يعني. اللي هو العناد صعبة الحصول عليها مرة وطول مثلا زي CSF زي ما قلت برضه يعني. طيب السامبل ريجستر لوك، طبعا اي سامبل قبل ما نشتغلها لازم في بعض المعلومات تنزل في الريجستر لوك يعني. اللي هو الانفورميشن ذات should be registered في هنا، اول حاجة الديت اند تايم اوف كولكشن، العينة دي شالوها 200 والزمن حقها، date and time of receipt زمن الاستلام، السامبل تايب كان شنو، البيشن نيم، الديموغرافيك از ريكويرد زي جندر لوكيشن والحاجات زي دي، اللابوراتوري اسايند ايدنتيفيكيشن والانفستيجيشن تو بي بيرفورمد يعني. طبعا دي الحاجات فيري امبورتنت لانه بيساعد في السامبل تريسنج. دي should be يعني من الحاجات اللي طيب السامبل تراكنج سيستم دي واحدة من الحاجات اللي very important في السامبل مانجمنت سيستم. ففي أي لاب لازم يكون في سامبل تريسينج سيستم أو سامبل تراكنج سيستم يعني. The laboratory need a system to allow for tracking a sample throughout the laboratory from time it received until results are reported يعني. فزي ما قلت لكم في laboratory information system احنا تقريبا اتكلمنا بصورة كويسة عن
اقسام التراكنج سيستم. وزي ما قلت لكم في المحاضره دي واحده من المين فانكشنز بتاعت اللابراتوري انفورميشن سيستم او جابوها الانفورميشن سيستم اللي هو تو اوفركم الاقسام التراكنج سيستم. يعني انا اديتكم اكزامبل اليوم ما اعرف يتخيلين زي اللي اديتكم التراكنج سيستم عارفينها مش كده؟ او بس سام تراكنج سيستم في اللابراتوري انفورميشن سيستم انا خليه شرحت لكم يعني. طبعا ممكن يتم بالمانيوال او بالكمبيوتر سيستم. هتخليه في المحاضره بتاعت الخرطوم انا زي شرحت لكم التراكنج سيستم. التراكنج سيستم معروفه بالنسبه لكم مش كده؟ انه في اي لحظه عارف الستاتس بتاعت السامبل هو شنو؟ هل ريسيفد؟ هل كولكتد؟ هل ريسيفد اور نوت؟ هل بروسيسد ولا ما بروسيسد؟ هل الانفستيجيشن اتعملت ولا ما اتعملت؟ هل الريزلتس طلع ولا ما طلع؟ هل البيشنت استلم نتيجته ولا ما استلم؟ هل الفيزيشن استلم النتيجة ولا ما استلم النتيجة؟ اللي هو التراكنج سيستم يعني. أو ممكن يتم مانيوال أو الكمبيوتر سيستم. أما الكمبيوتر سيستم هي اللابراتوري انفورميشن سيستم اللي هي اللي شرحناها. أيوه عملية التتبع يعني اكزامبل المانيوالي عشان المانيوالي اللي هو اكزاكتلي اللي هو عملية تتبع السامبلز يعني. طبعا مانيوالي كلكم بيكون عملتوه قبل كده. ممكن يتم طبعا تتراك مانيوالي لازم يكون في الريجستر لوك بوك يعني تتراك السامبلز مانيوالي. واحدة من الحاجات الأساسية إنه لازم يكون في الريجستر لوك بوك يعني اللي هو الكونفير ريسيفد اوف سامبلز انكلود ديت اند تايم ليبل سامبلز ابروبريتلي keep with the test requisition until laboratory ID is assigned and track aliquots traceable to the original samples يعني. طبعاً بالكمبيوتر سيستم اللي هي اللابراتوري انفورميشن سيستم يعني اللي هو في اللابراتوري انفورميشن سيستم اللي هو كل الانفورميشن required فور سامبل تراكنج اصلا بيخش فيها الداتا بيز بتاعت الكمبيوتر. مثلا الايدنتيفيكيشن نمبر، البيشن انفورميشن، الكولكشن ديت اند تايم، التايب اوف سامبلز، التست تو بي بيرفورمد، نيم اوف ذا اوردرينج، اللوكيشن اوف ذا بيشن، دياجنوستيك تست ريزلتس، و التايم اند ديت ريزلت ار ريبورتد. زي ما قلنا لكم الحاجات دي كلها في اللابراتوري انفورميشن يكون included وبعدك يعني بيسهل عملية التتبع بتاع السامبلز يعني. طبعا تقل في مارلات بي السامبل هاندلين طبعا هاندل all سامبل as infectious يعني كل العينات مفروض نعملها كأنها infectious. بعدك نطبق universal precaution of safety معناته في الماوس بيتنج اللي هو اليونيفرسال البروكوشن المفروض يتطبق يعني. طيب بالاضافه لانه اي واحده من السامبل هاندل المفروض يكون عندها ريتن بوليسي يعني. فور اكزامبل في بعض السامبلز لو ات شود بي ستورد المفروض يكون عندنا يعني كلير ريتن بوليسي فور هاو سامبلز ار storage اللي هو description of what sample should be stored يعني هي عينات المفروض نعمل لها storing. ولو عملنا لها storing retention time حقها 200 اللوكيشن اوف storage هو شنو والcondition for storage such as atmospheric and temperature requirements. بالإضافة لـ system of storage organization الطريقة اللي بتم بيها الاستروجين دي بس عشان تسهل لو دارين نتحصل على السامبل مرة أخرى يعني. أي واحدة من ديل مفروض تكون عندها ريتن
بوليسي، يعني العينات اللي بنعمل لها ستورج هي شنو، 200 نعمل لها ريتنشن يتحفظوا وين ويتحفظوا في ياتو كونديشن. ومفروض يكون في كلير سيستم كل الناس يكونوا عارفينه. يعني مثلا واحدة من الكومون ميسج بتاعت الاورجانيزيشن مثلا ستور سامبلز باي داي اوف ريسبت، اللي كل العينات اللي استلموها في اليوم المعين تتخطى مع بعض ويتكتب فوقه الديت، لان عينات اليوم الواحد تكون مع 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 بعض يعني. طيب السامبل ريتنشن طبعا قاعدين به إعادة من الاستورج عشان نشتغل فوقها أو نعمل فوق أي حاجة يعني. اللي هو set policy for retention. وطبعا الناس اللي بيكونوا شغالين molecular biology mainly لو كانوا شغالين من ال RNA، اللي هو المونيتور store samples including freeze and thaw cycles. يعني واحدة من الحاجات اللي المفروض تكون مونيتور إنه العينات دي عملها including الفريز والثو، يعني طلع كم مرة من الفريزين، رجعوها كم مرة، تطلع الرجوع دي وان سايكل. يعني دي في العينات بتاعت المولكيولر بيولوجي very very important، يعني mainly بتأثر في ال RNA، عشان كده المفروض تكون مونيتور بيكون معروفة يعني. maintain organized accessible system. Establish a schedule to review all stored samples and establish low tracking procedure. طيب برضو sample referral اللي هو lab to lab، طبعا دي حاجات very common اللي هو sample referral يعني. يعني طبعا المعامل الكتيرة دي بالمناسبة في العالم، يعني دايما بيكون في معمل كبير ومعامل طرفية، بيكون في referral samples between the different labs يعني. طيب ال managing system في ال sample referral، طبعا النقطة الأولى زي ما قلت في بداية المحاضرة اللي هو obtain laboratory handbook with a detailed procedure from each laboratory. النقطة الأولى لازم يتحصل على ال laboratory handbook of that lab. أو اللاب لو كان هيرسل لنا they should have مثلا our lab handbook. بعدك ال record sample refers، هذا العينات ال refers، a date of referral و a name of person referring the test. بعدك الحاجات ال should be monitored ويكون written ويكون عندها policy واضحة، اللي هو turn around time مفروض يكون known. بعدك results delivery system مفروض يكون متفق عليه، و problem with referral اللي هو كل المشاكل اللي بتواجه الناس اللي هو during referral should be recorded. وطبعا عشان لو حصل مشكلة تانية الناس يتفادوها يعني. طيب الـ sample disposal واحدة من الحاجات الـ most important، اللي هو the laboratory responsible for ensuring that a disposable of all laboratory waste is handled in a safe manner. اللي هي زي ما قلنا set policy for sample disposal، وزي ما قلنا في محاضرات سابقة should be compliance with local and country regulations. في الـ safety regulation بيكون مرض بيكم، و الـ disinfection procedure دائما recommended انه تعمل لها disinfection before. طيب الـ sample transport يعني اي sample should be transported in a good way. الـ هو maintain integrity of sample، يعني السامبل المفروض يترسل بطريقة اللي هو تحافظ على الانتجريتي اوف سامبل،
من الناحية بتاعت التمبريتشر، يعني السامبل من لحظة السندنج لغاية ما يصل ال specific area should be maintained in a good temperature. ال preservation of samples، مواد الحافظة، لو كان بيحتاج special transport containers و time limitation، إنه العينة دي مفروض تصل في كم. الحاجة الثانية ال most important اللي هو assure safety regulation are met، يعني لما نعمل transportation ل assemble، يعني ال two point that should be الأول ال two point should be considered اللي هو to maintain integrity of samples الحياة البناء دي، ولازم نتأكد إنه ال safety regulation are met. طبعا لما نجي نعمل ترانسبورتيشن للسامبل عندها ريجوليشنز، وكل الريجوليشنز كل الريجوليشن should be followed very closely، يعني الترانسبورتيشن اوف سامبل في دولة from lab to lab يعني عندها some precautions او regulation اللي هو where do they come from. يعني مثلا في الناشونال ترانسبورت ريجوليشنز، العينات لو كان بتترسل بالبلين مثلا عندها ريجوليشنز محددة، لو كان هيترسل بالقطار عندها ريجوليشنز محددة. دي كلها يعني اي سامبل لما نرسل المفروض نتابع الريجوليشنز، نتعرف الاول على الريجوليشنز، بعد ذاك الترانسبورت should be according to this regulation بحيث انه يكون compliance to this regulations. طبعا ال transport regulations regulation is mandatory يعني واجبة الاتباع. الviolations يعني الviolations يعني انتهاك ال regulations يعني زول بيكون معرض للمعاقبة لو violate this أو ما اتبع ال regulation دي بصورة صحيحة يعني. وهي طبعا أصلا ال regulation دي مصممة لأنها تعمل reduction لل biohazards وتزيد السيفتي بالنسبة للناس ال بينقلوه والناس اللي بتعامل معه والناس اللي ريسيفت والحاجات زي دي. طبعا يعني حاجة سريعة كده، طبعا كل ال infectious substance طبعا زي ما من ال universal، طبعا كل ال biological samples زي ما قلنا في بداية المحاضرة يعني بنطبق ال universal، هو كل ال samples دي نعتبرها infectious، يعني كل البيولوجيكال ماتيريالز كل البيولوجيكال سامبلز مفروض تتعامل معها على اساس انها انفكشوس سبستنس. في الريجوليشنز اللي هو الكفرنج ترانسبورتيشن اوف انفكشوس سبستنس، الانفكشوس سبستنس بيقسموها لاثنين لتو كاتيجوريز او تو كلاسز. كلاس A اللي هي بيحتوي على ال infectious substance capable of causing اللي هو ال permanent disability وال life threatening or fatal diseases to human or both human and animals. اللي هو ال infectious substance اللي بيحتوي على لو ال patient أو الحيوانات يتعرض عليها ممكن تؤدي لل permanent disability وممكن تؤدي للدس بتاعت الانيمالز او الهيومن. دي بيقول عليها كاتيجوري A infectious substance. والنوع من السبستنس دي عندها very special packaging system ومفروض تكون يعني with a full dangerous good documentation، يعني المفروض تكون لازم تكون موضحة انها السامبل اللي بيحتوي على الدينجرس. دايما
يعني مثلا، يعني مثلا الكرياتين دي بتكون مثلا زي اقل شيء زي 3 طبقات، اللي هو موست ديورابل تريبل باكجينج ويز ا فول دينجرس جود دوكيومنتيشن. ولما يترسل بالطياره بالبلين دايما بتاخد ارقام محدده، ممكن تاخد يو ان 28 14. دي معناه الباكجينج ده بيحتوي على انفكشوس سبستنس ممكن ياثر في الهيومن، او ياخد الرقم يو ان اللي هو 29 صفرين معناه انفكشوس سبستنس افكتنج انيمالز اونلي. اي الارقام دي لما تكون في يعني في الطياره ما بيتعاملوا معه الا ناس بيكونوا ويل تريند، يعني الكراتين او الشنط اللي بيكون فيها الارقام دي ما بيتعاملوا معه عمال المطار العاديين، يعني بيتعاملوا معه الناس اصلا ويل تريند على اساس انه يتعاملوا مع السطش اللي هو سبستنس، يعني اللي هو زي ما قلت لك ما بيتعاملوا معه الا ويل تريند ترانسبورت ستاف. طبعا ده الكاتيجوري ايه. بالنسبة للكاتيجوري بي، اي infectious substance ما جات في الكلاس ايه تلقائيا هو في كلاس بي، يعني اي مادة substance اي infectious substance ما في الليستنج بتاعت ايه هي تلقائيا في بي، عشان كده هي just A و B. يعني ال B هو infectious substances that do not meet the criteria for inclusion in category A. They are assigned the proper shipping name biological substance اللي هو بتاخذ الأرقام UN 33-73. عموما ال substance دي يعني it's not very dangerous، وعشان كده يعني الباكجينج حقها ما يعني ما بيحتاج التريبل، ممكن تكون يعني، وبالاضافه لانه ما بالضروره انها تكون ليبلد انها دينجرس، يعني ما اتس نوت بروبلم، يعني ممكن ما يكون يكتب عليها دينجرس. يعني في اكسمشن او استثناء بالنسبة للسامبل ترانسبورتيشن، استثناءات دي يعني not following the relation، يعني ممكن ارسلها من غير ما اتبع ال regulations، او لو رسلتها بأي طريقة ما بكون يعني exemption اللي هو السبستنس المستثناء from these regulations. Examples مثلا السبستنس that do not contain infectious substance، يعني biological substance لكن ما بتحتوي على اي infectious substance، يعني screened وما بيحتوي على اي infectious substance that exempted from the rule or regulations. Substance containing organisms that are not pathogenic. Substance containing neutralized or inactivated pathogens, the vaccines. Environmental samples that pose no risk of infections. Blood our blood component collected for transfusions. The tissue our organs clear for transplantation. A dried blood spot our fecal occult blood screening test. With decontaminated medical our clinical waste، لكن معروف انها decontaminated يعني. فدي exempted from the regulations يعني for example blood prepared for blood transfusions، يعني ممكن الزول يشيلها في الطيارة، ممكن يشيلها في العربية، ممكن يشيلها في القطر، وقت إنها محفوظة كويس ما يعني ما فيها خطورة أو ما في قانون بيعاقبني مثلا أنا نقلت دم أو أي واحدة من الحاجات المذكورة هنا دي يعني. طيب لو سألتكم سؤال، لو
الدائرة اللي هي عينات بتاعت دي ان ايه فور جينيتيك تيست او الريسيرش او نعم. هل هي belong to category A B ولا exempted عينات الـ DNA؟ جمعت لها عينات بتاع الـ DNA وداير ارسلها للاب او لدولة تانية، وهي biological sample، عشان كده مثلا انا لازم اجي اراجع لازم اجي اراجع الريجوليشن دي. فلما اجي اراجع الريجوليشن الـ DNA دي، هل هعتبرها مثلا كاتيجوري A ولا B ولا exempted؟ ما عندي ما في مشكلة ارسلها بأي طريقة. exemption ما قلت الـ DNA حين الـ DNA DNA. انا قاصد الهيومن دي ان ايه، يعني بيشن شلت ليه وعملت ليه اكستراكشن لل دي ان ايه وتعالى ارسله في حته عشان اعمل فوقه جينيتيك تيست. يعني ما قاصد فايرال، ما قاصد فايرال دي ان ايه، ما قاصد بكتيريال دي ان ايه، اللي هو الهيومن دي ان ايه. احوال الناس اللي بيقولوا ايه الـ DNA ده ممكن تعمل شنو؟ احوال ايه دي بتعمل permanent disability او بتقتل الـ human او الـ animal. احوال بأي حال من الاحوال ممكن تكون ايه؟ تمام. ثانية بي طيب يا أحباب، لو كانت أمان ليه ما تكون اكسمتد؟ ليه اكسمتد طيب؟ طيب حصل في زول فيكم رسل له عينه بتاع الـ DNA للاب تاني او لدولة تانية عشان يعمل ريسيرش او يعمل فوقه صمم انفستيجيشنز؟ حصل رسلته؟ بس شفت لكم DNA؟ كويس، فكروا فوقه خلاص. في زول عنده سؤال؟ كشفت لكم سؤال للامتحان، اقروه للامتحان راجعوه. انا هسي كده كشفت لكم سؤال من الاسئله بتاعت الامتحان، يعني اقروا فوقه كويس وروني. اسألوا ناس، رسلوا كيف هذه كلها. مش كده؟ شوف مستحلين معاهم كيف. بخطو بعد كله لو جبت سؤال برضه في ناس حيغلطوا فوقه. السؤال ده اللي بيجيبه صح في الامتحان بنديه درجتين، واللي بيجيبه غلط هنخصم منه 10 درجات.
رقم بقى، انت قلت اجابتين ولا ثلاثة؟ انت 3 اجابات قلتيني يا ساره. خلاص المحاضرة الجاية نخليكم تعملوا عصر ذهني، وأنا ذاتي بكون نسيت الإجابة. خلاص اتأكدي من ياتو، انت ما انت جاوبت الثلاثة، اتأكدي ياتو صح لغاية الامتحان. يلا لو في زول عنده أي سؤال. طيب الخلفية دي ممكن تشيلوها انتوا بالراحة يعني، ما هي لو اترسلت باور بوينتس اي حاجة دايرينها ممكن تعملوا فوقها، ولا دي مرسلة لمحتز؟ لان انا ما قاعد ارسل. لكن عموما لو اترسلت لكم، لو اترسلت لكم كباور بوينتس انتم ممكن تعدلوا فيها زي ما انتم دايرين. اوكي يلا، شكرا لكم يا شباب، خليكم تمشوا تناموا بعدها. شكرا يا بروف، الله يبارك فيك يا دكتور يا اخي، تسلم كثير، كثر خيرك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، يعطيك العافيه، تصبح على خير، شكرا لك كثير، الله يسلمك. يا السلام عليكم، في امان الله، ان شاء الله موفقين.